طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية. والبداية نستهلها بأبرز العناوين. العاصمة عدن تشهد حملة رفع أعلام الجنوب. السلطة المحلية بحضرموت تعقد اجتماعا لتفعيل الاستثمار وتطلع على النشاط الاستثماري. قرابة 30 كيلوغرام مضبوطات من مادة الحشيش المخدر قادمة من المهرة إلى المكلا. أهلا بكم. استقبل عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي رئيس اللجنة المشتركة لمتابعة تنفيذ اتفاق الرياض الدكتور ناصر الخبجي في الرياض سفير الجمهورية الصين الشعبية لدى اليمن كان غيونغ. واستعرض الخبجي أهمية اتفاق الرياض التاريخي ودور المجلس الانتقالي الجنوبي في الفترة المقبلة في الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والخدمية والاقتصادية والملفات المشتركة والتعاون بين المجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة الصين الشعبية. بدوره هنأ السفير الصيني قيادة الانتقالي بتوقيع اتفاق الرياض مؤكدا استعداد بلاده للتعاون مع الطرفين ودول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لتسهيل تنفيذ اتفاق الرياض والتعاون في مختلف المجالات. تشهد منطقتي قرن السوداء بمحافظة شبوة وأحور بمحافظة أبين توتر أمني بين قوات المقاومة الجنوبية وميليشيات حزب الإصلاح، حيث دعت قوات المقاومة الجنوبية أفرادها إلى النفير العام والتوجه إلى منطقة قرن للتصدي لميليشيا حزب الإصلاح القادمة من عتق إلى قرن السوداء. وأعلنت عمليات الحزام الأمني في قطاع أحور بمحافظة أبين رفع الجاهزية القتالية للدرجة القصوى لجميع السرايا والنقاط. وتأتي عملية النفير للقوات الجنوبية بعد أن أقدمت قوات حزب الإصلاح بحشد قواتها صوب منطقة قرن السوداء في اختراق أمني وعدم الالتزام ببنود اتفاق الرياض. تزينت شوارع العاصمة عدن بأعلام دولة الجنوب عقب حملة إعلامية أطلقها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وإطلاق وسم علم الجنوب خط أحمر، حيث شهدت العاصمة عدن حملة رفع أعلام الجنوب الذي يمثل هوية الوطن جاءت كرد فعل بعد المحاولة الفاشلة من قبل أحد الأطراف الموالية للشرعية لإنزال علم الجنوب من مطار عدن الدولي بغرض عرقلة اتفاق الرياض. وأفادت مصادر محلية أن الحملة لاقت ارتياحا شعبي كبير بين أوساط المواطنين. عقد محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فري سالمين البحسني اليوم بالمكلا عدد من اللقاءات والاجتماعات اطلع خلالها على الوضع الاستثماري في المحافظة وكيفية تفعيل وتسهيل الإجراءات للمستثمرين. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. سلسلة من اللقاءات عقدها محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني بالمكلا اليوم مع المكاتب التنفيذية والهيئات الحكومية ذات العلاقة بالاستثمار والسلطات المحلية بالمديريات لتفعيل الاستثمار وتسهيل إجراءات المستثمرين في المحافظة. كرس الاجتماع لمناقشة القضايا المتعلقة بالدفع بعملية الاستثمار بالمحافظة وتسهيل تهيئة الظروف الملائمة للمستثمرين الجادين وحلحلة الأمور التي تعترض قضايا الاستثمار، وكذا مناقشة سبل تنسيق العمل بين مختلف الجهات ذات العلاقة للدفع بعجلة الاستثمار وحلحلة المعضلات التي تقف في طريق الاستثمار الجاد. وأكد المحافظ البحسني خلال الاجتماع أن الاتجاهات الحالية لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة تصب نحو دعم وتفعيل الاستثمار وتهيئة الظروف المناسبة للمستثمرين والوقوف بحزم أمام الأشخاص غير الجادين الذين منحت لهم أراض للاستثمار ولم يقيموا أي مشاريع تخدم المحافظة. وفي ذات السياق عقد المحافظ البحسني لقاء مع عدد من المستثمرين من أبناء حضرموت المقيمين في الخارج، وتعرف المحافظ على المشاريع الاستثمارية التي يعتزم المستثمرون إقامتها في حضرموت. وأكد المحافظ دعمه للمستثمرين في المحافظة موجها الجهات ذات العلاقة بتسهيل إجراءات المستثمرين، مؤكدا أهمية مشاركة رجال الخير في دعم الشباب وإقامة المشاريع التي تخدمهم.
وإلى ذلك التقى محافظ حضرموت بالمكلى اليوم إدارة شركة حضرموت الأهلية للجبس المحدودة، واستمع المحافظ من رئيس مجلس إدارة الشركة إلى سير العمل في بدايات تأسيس مصنع إنتاج مادة الجبس والمشتقات الجبسية الذي يعد من أكبر المصانع على مستوى الوطن، مشيرا إلى أهمية المشروع الذي يشرف عليه استشاريون ذو كفاءة من دول خارجية. ووجه محافظ حضرموت الجهات الأمنية وذات العلاقة بتسهيل إنجاز المشروع وتذليل أي صعوبات تعترض سير إنجاز المصنع. وفي سياق منفصل، رعى محافظ محافظة حضرموت اللواء ركن فرج سالمين البحسني بالمكلا اليوم اتفاقية ترميم المدرسة الوسطى بغلبة وزير، كما وجه باعتماد مشروع تحسين الصالات الداخلية لمتحف المكلا وتسهيل حركة بواخر الحاويات التابعة للخط الملاحي MSC. متابع في هذا التقرير. نظرا لما تمثله من رمزية تاريخية لحضرموت والوطن، رعى محافظ حضرموت اليوم بالمكلا اتفاقية ترميم المدرسة الوسطى بغلبة وزير. وتقضي الاتفاقية بإعادة تأهيل وترميم المدرسة الوسطى على أيدي عمالة كفؤة تعيد للمدرسة رونقها وشكلها الجمالي بتكلفة إجمالية 217,957,812 ريال يمني بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. وأكد المحافظ البحسني خلال التوقيع على أهمية المشروع الذي يعنى بأحد أهم مراكز الإشعاع العلمي في حضرموت والوطن، ومنارة من منارات العلم التي تخرج منها الكوادر والكفاءات في شتى المجالات، تبوأوا معظمها قيادة الدولة والمرافق الحكومية. على صعيد متصل، وجه محافظ حضرموت باعتماد مشروع تحسين الصالات الداخلية لمتحف المكلا بتكلفة 22,960,000 ريال يمني بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. وأشار مدير عام هيئة الآثار والمتاحف رياض بكرموم إلى أهمية المشروع في تحسين وترميم الصالات الداخلية للمتحف، ليأتي استكمالا لمشروع ترميم الجناح الشرقي لقصر السلطان القعيطي بالمكلا، والتي بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 70% بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. وفي سياق منفصل، التقى محافظ حضرموت بالمكلا اليوم إدارة شركة مادتر يانيان للملاحة المحدودة العالمية MSC الخاصة بنقل الحاويات، وجرى في الاجتماع مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالدفع بنشاط الخط الملاحي MSC وتذليل أي صعوبات تواجه البواخر الواصلة إلى ميناء المكلا. وأشاد المحافظ بنشاط الشركة التي أسهمت في إحداث نشاط تجاري في ميناء المكلا، موجها بتسهيل حركة الحاويات والبواخر الواصلة إلى ميناء المكلا بهدف تسهيل وتنشيط الحركة التجارية وعجلة الاقتصاد المحلي. وفي ذات السياق، وجه محافظ حضرموت مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت بمعالجة أي اختلالات في مشاريع الطرق الجاري تنفيذها حاليا في مدينة المكلا. وأكد المحافظ أن بناء على نزولاته الميدانية لهذه المشاريع، بات على مكتب الأشغال الإشراف المباشر على هذه المشاريع ومعالجة أي اختلالات في الطبقة الإسفلتية أو أعمال الرد والحفريات، مشددا أن يتم الإنجاز بحسب المتفق عليه في الاتفاقيات مع المقاولين، وعلى المهندسين المعنيين الإشراف المباشر على الجوانب الفنية لهذه المشاريع. ولفت المحافظ على محاسبة المخلين بالعمل أو التقصير في أداء عمله من الجهات ذات العلاقة والمقاولين. ضبطت مكافحة المخدرات بساحل حضرموت وأمن مديرية الديسي الشرقية كمية من مادة الحشيش المخدر تقدر بحوالي 30 كيلو جرام كانت في طريقها من محافظة المهرة إلى المكلا. في إطار الحملة الأمنية وضمن العمل المشترك والتنسيق المتبادل، نجاح أمني جديد لإدارة مكافحة المخدرات وأمن الديسي الشرقية. هذه المرة ضبط رجال المكافحة وأفراد الأمن هناك حوالي 30 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر،
كانت في طريقها من محافظة المهرة إلى المكلا بحضرموت. تم ضبط كمية من الحشيش صباح هذا اليوم في المنطقة في الديسة الشرقية ضمن إطار حملتنا المعتادة، والذي يكون بين تنسيق بين إدارة مكافحة المخدرات وأمن مديرية الديسة الشرقية، وبالتعاون المشترك تم ضبط السيارة نوع كوريلا لون أسود على متنها كمية من الحشيش 28 كيلو المادة المخدرة. عمليات تهريب الحشيش تتم عبر السواحل الإقليمية لبلادنا، إضافة إلى محافظة المهرة ووادي حضرموت، في عملية استهداف جديدة ليس لحضرموت فقط بل لبقية المحافظات الأخرى وحتى لدول الجوار أيضا، ما يستدعي الوقوف الجاد لوضع حد لهذه الظاهرة التي بدأت تتفشى عام بعد عام. كتهريب أساسي يأتي أو يتم تهريب المخدرات عبر السواحل، سواء كانت سواحل حضرموت الممتدة والطويلة أو سواحل المهرة، والتي تلقى بعض السهولة في قضية التهريب. الحمد لله خفر السواحل بالنسبة لحضرموت في تحسن ملحوظ، وإن شاء الله يتم القضاء على أي تهريب سواء كان المخدرات أو أي أشياء أخرى ممنوعة كالسلاح وما إلى ذلك. أيضا عندنا باب أو بوابة أخرى للتهريب هي الوادي، حيث يتم تهريب المخدرات عبر السواحل وخصوصا المهرة إلى وادي حضرموت، من ثم يتم توزيعها، يعني بتكون هناك مثابة التجزئة ويتم إدخالها مرة أخرى إلى ساحل حضرموت. إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت أخذت على عاتقها مسؤولية محاربة المخدرات ومنع تعاطيها وتهريبها من وإلى المحافظة، لكن تبقى الحاجة ملحة لتقديم دعم أكبر لهذه الإدارة التي تفتقر للكثير من الإمكانيات لتتمكن من القيام بواجباتها على أوسع نطاق وبما يتناسب مع حجم ونوعية المهام الصعبة التي يقوم بها رجال المكافحة في الجبال والصحاري والسهول. وللعلم نحن نعتبر الخندق أو الخندق الأول أو الحاجز الأول لدخول هذه المهربات وهذه الأهفة وهذه السموم إلى دول الجوار، لذا ينبغي على دول الجوار أن تقوم بدعم إدارة مكافحة المخدرات بساحل حضرموت، وأيضا إنشاء فرع لها في الوادي، إنشاء فرع في الوادي مقابل الساحل، ودعمه بما يتناسب مع حجم المهام لكي نكون صمام أمان لدول الجوار. زوارق بحرية لتنفيذ المهام في عرض البحر، إضافة للكلاب البوليسية وتوفير كافة الإمكانيات لإدارة مكافحة المخدرات بحضرموت لأجل حماية المحافظة ودول الجوار من خطر هذه الآفة الخبيثة، الأمر الذي يستدعي من السلطة المحلية ودول التحالف العربي ضرورة توفيرها. لقناة المكلا، محسن بالبحيث. عقد مكتب التربية بساحل حضرموت اجتماعا لقيادات العمل التربوي والتعليمي لتدارس البرامج والخطط المقرة لمعرض الوسائل التعليمية من خامات البيئة المدرسية، وخلال الاجتماع فتح باب النقاشات المستفيضة لرؤساء الدوائر والمناطق التوجيهية وتبادل الآراء والمقترحات، بما يعزز نتائج المعرض ويجعله بشكل يرقى للتطلعات والتدخلات النوعية من قبل مكتب الوزارة بالمحافظة. وأكد وكيل الوزارة مدير مكتب تربية ساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون أن معرض الوسائل التعليمية أصبح تقليدا سنويا وبشكل رسمي وأكثر تعمقا فيما يقدم فيه، منوها أن المعرض 17 سيكون متفردا ومتميزا وبشكل أفضل من السنوات الماضية. قام الفريق الميداني لهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية والهيئة العامة لحماية البيئة بساحل حضرموت بالنزول الميداني إلى وادي الحاوية بأرياف المكلا لدراسة الأثر البيئي للخامات المتواجدة وتقييمها، حيث تم دراسة تواجد الخامات المتواجدة بمنطقة الدراسة وأخذت البيانات الحقلية والقياسات والأخذ بعين الاعتبار جميع النواحي البيئية. وأوضح الفريق الجيولوجي بأن تواجد هذه الثروات المعدنية لابد أن تحدد ويتم أخذ الحقلية
الحيطة والحذر من التوسع للمخططات على حساب التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتلك المناطق. وفي سياق منفصل قام الفريق الجيولوجي بهيئة المساحة الجيولوجية بالنزول الميداني لمنطقة المعابر بوادي السقيفة بمديرية حجر لدراسة وتقييم خام الملاكايت، حيث تم متابعة ودراسة الخام المتواجد. شهدت مدينة المكلا انتشار الطفح مجاري مياه الصرف الصحي بعدد من الأحياء والشوارع الرئيسية والفرعية، وشكى عدد من المواطنين لقناة المكلا عن ضعف قيام الجهات المختصة بمهامها في معالجة الإشكاليات الناجمة عن طفح المجاري، مشيرين إلى أن المدينة تعاني أيضا من انتشار النفايات وتراكمها بين الأحياء وفي الشوارع العامة. هذا وكثرت في الآونة الأخيرة طفح مجاري الصرف الصحي وتراكم أكوام من القمامة، مما ينذر بانتشار عدد من الأمراض والحميات في المدينة. دشن فريق الحرم الجامعي بجامعة العرب صباح اليوم مسابقة هيلث برايز الدولية للعام الجامعي الحالي، وتناول في التدشين مدير الحرم الجامعي للمسابقة الطالب حسين العمودي التعريف بآلية المسابقة ومراحلها وكيفية المشاركة والتسجيل، إلى جانب إعلان انطلاق المسابقة ضمن مرحلتها المحلية ابتداء من هذا اليوم. وتحمل المسابقة لهذا العام فكرة إنشاء مشروع يصل إلى 1,000,000 مستهلك يقلل من انبعاث الغازات. نفذت في مدينة المكلا مبادرة شبابية لتوزيع ورود التسامح على الأهالي بالمكلا، وذلك احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للتسامح. ويهدف الاحتفال إلى تعزيز قيم التسامح والتعايش والوئام والاحترام وقبول الآخر. هذا ووزعت الورود وبطاقات تدعو للتسامح، حيث عبر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم للقائمين على هذه الحملة، مؤكدين على أهمية العمل على زرع روح التسامح التي تعتبر من أسمى الصفات. اختتم بهيئة مستشفى سيئون العام المخيم الطبي والجراحي والتدريبي التي أقامته مؤسسة ميدا جلوبال الأمريكية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة والسكان. وشارك في المخيم نحو 20 أخصائي قدموا خدمات طبية لأكثر من 820 حالة مرضية في العيادات التخصصية، بالإضافة إلى إجراهم 62 عملية جراحية متنوعة. كما استفاد 26 طبيبا في مستشفى سيئون العام من تدريب جهاز الأوتراساوند. والآن مشاهدينا الكرام ننتقل وإياكم إلى أبرز ما تناولته عناوين الصحف المحلية والعربية. نهاية النشرة نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. العاصمة عدن تشهد حملة رفع أعلام الجنوب. السلطة المحلية بحضرموت تعقد اجتماعا لتفعيل الاستثمار وتطلع على النشاط الاستثماري. قرابة 30 كيلو جرام مضبوطات من مادة الحشيش المخدر قادمة من المهرة إلى المكلا. السيدات والسادة، هذه كانت نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، إلى اللقاء.